يا دولة مالك يا عم؟ عمال تنفق كده ليه؟ هتطير التماثيل. انت مالك، انت مالك، انت كل حاجة تحشر نفسك فيها. وبعدين لو انت عايز تعرف ايه اللي مضايقني، مش هقول لك يا رمزي، مش هقول لك ان ماما اتخانقت مع حماتي ومع رانيا. انا حر، مش عايز اقول لك يا اخي انا حر. خلاص يا دولة انت حر يا عم، انت حر براحتك. لا مش عايز يا عم اعرف ايه اللي مضايقك. تعرف انا يا رمزي، انا بجد ساعات بحسدك على الغباوة اللي انت فيها دي. بتمنى ان انا في وقت من الاوقات يكون عندي عشر غباوتك بس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا عارف يا دول، عارفك من وين احنا صغنطتين، عمال تحسدني في كل حاجة. بس انا اعمل ايه بقى؟ انت ابن عمي بقى وانا ابن خالتك وانت شغال معايا، اعمل ايه؟ هستحملك. والله متشكر قوي، يعني متشكر على الواجب اللي انت عامله معايا. مشكلة بقى في ماما، يعني هي ردود أفعالها بس هي اللي بتبقى عصبية، لكن هي والله طيبة، يعني بجد ما بتبقاش قصدها إنها تتنرفز أو قصدها إنها تزعل حد، بس أهو ده اللي بيحصل يعني. أنا عارف يا دولة، وأنت لازم كمان تعذرها على كده هون. يعني الست والدتك دي يا دولة ست يعني استهزائية. استهزائية؟ ده إيه الكلمة العجيبة دي؟ يعني استهزائية دي تعتبر شتيمة ولا مدح ولا إيه؟ قول لي يا عبقري قصدك إيه يعني؟ أنا هقول لك يا دولة، أنا قصدي استهزائية بالمعنى الحلو، يعني إن هي بتحب تهزئ الناس. طب أنت فاكر يا دولة لما هزقتك وقالت لك يا جعر؟ إيه هزقتني دي؟ لا طبعًا مش فاكر. بس فاكر بقى رمز كويس قوي لما هزقتك انت وقالت لك اطلع بره البيت يا كلب، واوعى ترجع تاني، ومالكش دعوه بعادل، وارجع بلدكوا يا رمزي، ارجع بلدكوا يا ابني. على فكره بقى دولة، الحاجات دي كلها ما فيهاش اي حاجه وما تزعلش اصلا، يعني دي ست طيبه يا دولة، والله العظيم ست طيبه، ولو اديتني بالجزمه انا مش هزعل. انت بتقول فيها والله يا ابني طيبه، طيبه جدا يا عم. ولا طيبه ولا نيله. انت بتبرطم بتقول يلا. لا ما ببرطمش دول. بتبرطم بتقول ايه؟ بقول هي لو ادتني بالجزمه انا مش هزعل. ما انت لسه قايلها، ولا انت غاوي تتضرب بالجزمه يا جزمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت كانت عايشه مع ده، عايز اعصابها تبقى عامله ازاي؟ شفت يا عادل؟ شفتوا منطقي عملت معايا ايه؟ لعبت معايا الدنيئة. لعبة الدنيئة؟ ما هو وضع طبيعي انها تلعب الدنيئة، يعني عايز منطقي تلعب ايه؟ تلعب تنس؟ تلعب راكت؟ منطقي خلعتني يا عادل. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا إيه، ايه الصدمات اللي ورا بعض دي؟ انت عارف يعني ايه خلعته اصلا؟ يا دولة الكلمة دي انا دولة عندنا في البلد يعني خضتني. بالك لما امي راحت استخبت في الدوره من ابويا 4 ايام، وبعدين لقيته معدي كده، قامت طلعت له من الدوره وقالت له بخ. قال لها ايه ده، خلعتيني انت طالق. فين ايه يا اخوانا؟ ما تخلعونا من القصه دي، اخلعونا من القصه. ده واضح ان انت ادمنت الخلع قوي يا بابا. يا عادل، بعد ما غررت بامك، وبعد ما شردت ولادي، وبعد ما بطلت الشيشه اتخلع. معلش يا بابا، ما انت برضو يعني ظلمت ناس كتير كما تدين تدان. اعمل ايه بس؟ وانا كنت عملت ايه في دنيتي يا رب عشان يحصل فيا اللي بيحصل ده يا رب؟ بص يا خال، انت تعمل معاها زي ما ابويا عمل مع امي بعد ما خلعته، تطلقها. فهتكون هي بقى تعمل معاك زي ما امي عملت مع ابويا بعد ما طلقها. هتروح بقى في البلد كلها وتعمل اشاعه ان هي ايه، هتتجوز الواد جليطه المزين. فابويا راح بقى عمل ايه؟ هنفضل نقديها رغي ولا ايه؟ انا مالي دلوقتي في مشكله ابوك وامك دلوقتي، خلينا في مشكله ابويا. كمل يا بابا. لا لا لا، استنى استنى، انا ما اعرفش الحكايه دي. ايه حصل ايه؟ راح بقى ابويا سرق المكنه بتاعه القص بتاعه الواد جليطه، فالبلد كلها بقى شعرهم طول قوي. برضه بترغي؟ برضه بترغي؟ قلت لك عايز اسمع بابا. كمل يا بابا. لا لا لا، استنى يا عادل، انا لازم اعرف اخويا عمل ايه. هيقعد يقاطعنا ولا ايه؟ لا كمل قول. الناس بقى خالي في الفتره دي من الزمن سمونا بلد الخواجات. ليه بقى؟ لان احنا كلنا شعرنا طويل واصفر. يا سلام، يعني شعركوا طويل عشان ابوك سرق المكنه بتاعه الحلاقه. اصفر منين؟ وده شكل خواجه ولا ده شكل بس؟ يلا بس يا بابا، انت تقعد تسمع الهبل ده يا بابا. كمل لو سمحت يا بابا، عايز افهم بقى ايه اللي حصل. معلش معلش، انا هضطر اسفا متاسفا ان انا اهبط عليك واجرش عندك يومين ثلاثه اربعه خمسه. بابا انا لو عليا مفيش مشكله، بس المشكله ان في ناس كتير لازم اخد رايهم. يعني ايه يا خالي بقى ده صح؟ يعني انت لسه هتقعد تقول له اسفا متاسفا؟ ده حضرتك تامره وهو يطيعك وراسه فوق رجليه. راسه فوق رجليه؟ طب ما ده وضع طبيعي يا ابن البني ادم، راسه بتبقى فوق ورجليه بتبقى تحت. ايه الجديد اللي انت قلته يعني؟ اصبر 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 بابا. معلش يا بابا، ممكن تسبقني انت وانا لما اجي لك نتناقش الموضوع ده؟ حاضر يا ابني. ماشي، مع السلامه بابا. مع السلامه. مع السلامه يا خالي. ولا يا رمزي،
انت عارف انا الفترة اللي فاتت دي كلها برغم غباوتك وبرغم خسايرك اللي انت بتسببها لي ما طردتكش ليه؟ عارف طبعا يا دولة، وانت المفروض تحمد ربنا على النعمة اللي في ايدك ده، علشان طبعا حكمتي. طبعا طبعا انت طول عمرك حكيم يا رمزي. انا صراحة محافظ عليك ان هو في البازار عشان لما الاقي نفسي متنرفز وعندي طاقة هتنفجر اقوم مفجرها فيك. اقلع الجزمة يا ليه يا دولة، انت متنرفز؟ اقلع الجزمة يا انا ربنا بيحبني، في اليوم اللي بتخلص فيه من منطع الوطية ربنا بيرزقني بإنعام طبخالي طبيخ آخر حلاوة. واضح يا نعناعة ان القدر لسه ما قالش كلمته الأخيرة. العمار بيد الله يا سعيد. اونكي انا ملاحظة ان حضرتك دقت كل الحاجات ما عدا الكول سلو، على الرغم انه هيعجبك جدا. معلش اصل ما باكلش المسلوق ده. مسلوق؟ يب حياتك بقى براحتك بقى، انا داخله اوضتي. ماما ماما ماما، بابا بيلغيكي وانا لغيه من حياتي خالص. لا يا حبيبتي، ده شكله جاي كده ناوي على بياتان. ازاي بقى يو ار اوفر كام هيم بقى، ومش هتخليه انه بقى ايه يجي جنبي ان افويد هيم؟ والله لو اتحبسنا في ام واحد ان شاء الله ربنا هيقربنا من بعض ونتحبس انا وانت في ام واحد. لا يا بابا لا لا، مالكش حق، اخص عليك يا بابا. ماما في ام ماما اقل من تلات اوض وصاله ما يلزمهاش يا بابا. منين يا حسره، ما هي قشطته ورمته. نو نو انعام، ما تبقيش اوفر 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 كده في طلباتك، ما تبقيش زي الناس الطمعانين اللي عايزين يستغلوا الجوازات ويعرفوا ناس شباب كده هون علشان يسطروهم. بابا ده منظر حد عايز يتسطر؟ هما الغبيين كده، لما تيجي تنصحيهم هما يتقلبوا عليكي. مجيده اني الاوان تنقطينا بسكاتك وتقومي تاخدي حمام الساليزون بتاعك، لان الساليزون لو اتساب اكتر من كده هيبرد ويجلد ويترمي في الزباله. تصوري بجد بجد انت فكرتيني خالص بقى، لان دلوقتي بقى اتحرق. حم انا عام، اني الاوان اسيبك لوحدك انت وبابا عشان تاخدوا راحتكم في كل حاجه يا ماما، وان شاء الله ربنا يوفقك. ها ماما ما تتعصبيش على بابا، ها ماما دي اخر فرصه ليكي. انعام. نعم. انا عارف ان انا راجل منفر، وانا عارف ان انا عملت معاكي حاجات مش كويسه. بس انا طمعان في برم قلبك الواسع انك تغفري لي وتسامحيني. انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني لو قلتي لي امشي هتعمل ايه يعني؟ هسترجاكي ان انا ما امشيش، لو قلتي لي غور هتنح وما اقورش، لو قلتي لي اقعد لغايه لما عودتك تتفك هتنجعس وتقعد ومش هتمشي ولو بالطبل البلدي. بذمتك ما وحشتكيش ايامنا الحلوه. لا من فضلك لو سمحت انت ما تبقاليش حاجه عشان تغازلني وتسبلي وتدلعني. اسمع يا غزال الجنين، انت انا ما عملتش حاجه، انا غلطت مره وخدت جزاتي، مش ممكن اواقب عليها طول حياتي. انا ما قتلتش. لا قتلت مشاعري ودبحت احاسيسي. انت هتلبسيني تهمه؟ انا ماشي. لا استنى ما تمشيش، قصدي ما تستناش ولا حاجه. نعم لا عايز ايه بس؟ لا اسمعيني. لا 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 مين خيانه ومين ماما ومع مين؟ مع بابا وفين؟ في الصالة على السجادة جنب الكنبة. يعني هتعقدوني هتعملوا له عقدة؟ يعني حرام عليك، دي خيانة مزدوجة يا ماما. مش قلت لك في الباب بالمفتاح؟ بس يا بنت قلت أدب بس. مالك يا عادل في إيه؟ فضيحة يا حماتي، فضيحة فضيحة. عادل عادل أبوس إيدك يا ابني، ما تفضحنيش، أنا راجل لسه مخلوع مش حمل فضيحة وأنا مفضوح جاهز. إيه في إيه؟ في إيه؟ بقول لكم لو أنا وهو في أم واحد. يا سلام يا واد يا واد، ام فعلا يا تحت الساهي ده واهي. ها انا مش عايزاه، انا مش طايقاه، ما تقعدوش معايا وانتي كده عامله زي التعبانات وعماله تدحلبيله. تدحلبيله؟ يا نهار ابيض يا ماما. ايه يا عادل، انت بتتصنت على باباك يا عادل؟ ايه ايه قاعد مع ماما، وطبعا انا وضعي طبيعي ان انا غيره، وانا مش راجل ولا ايه؟ عادل امك تقدر تدافع عن نفسها كأنثى شمطاء. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انثى شمطاء؟ لو سمحتي احترمي نفسك، ما تقوليش على ماما انثى. عادل على فكره لا لا لا، اليومين دول انت في تصرفاتك فيها رعونه بالغه، لعلمك يا بابا دول امك وابوك. ايوه امي وابويا وقاعدين لوحديهم بره في الصاله. وبعدين لعلمك بقى رانيا زي ما انت عارفه الشيطان شاطر.
شاطر بس مش اشطر مننا يا بيبي. مش اشطر مننا يعني ايه؟ يعني بيروح المدرسه الصبح عننا بدري؟ لا يا حبيبي، ابوك لازم يمشي ويسيب البيت فورا. ايوه ما انا عارف كده، بس لعلمك بقى انا فكرت بجد جديا يعني ان انا مثلا اشوف له اوضه في اي فندق نجمه ونص. هو رقصني يا جدع على واحده ونص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتتريق عليا يعني عشان بابا متجوز رقصها تقولي لي على واحده ونص؟ ماشي ماشي يا رانيا، هو ده مفروض في تعاون بين الزوج وزوجته، تقولي لي مثلا على اي حل بدل ما انت بتتريق عليا. هو انت فاكرني مش مضروره من الموضوع ده ولا ايه؟ وبعدين انا سبق وقلت لك حلول قبل كده. ايوه بس قلتي لي 7000 حل، قولي لي حل واحد بس يقنعني يعني يا رانيا. اوكي انا شايفه ان انت تروح وتكلم منطقه وتبوس رجليها عشان ترجع ابوك. واضح ان انا ما قداميش غير الحل ده. اتاخرت اتاخرت، المشكله بقى كمان ان انا سايبهم لوحديهم. ايه يا دولا انت واقف على محطه اتوبيس يا عم واتاخرت اتاخرت؟ ايه ده يا دولا كده هون، وحط عقلك في راسك تعرف خلاصك. احط عقلي في راسي؟ يا سلام، ده ايه النصايح الجميله؟ وانت على كده بقى حضرتك بتحط عقلك فين؟ يمكن استفيد احط عقلي في نفس المكان اللي انت بتحط عقلك فيه. اقول لك يا دولا، العقل زينه في الباترينا. يعني انت بتحط عقلك في الباترينا، يعني بتتعامل مع عقلك انه جزمه يعني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ من بعد ما عندهم. عندي مين ياض؟ ده انا اللي بكلمك ياض، اسمها بعد ما عند بقى. ولا اسكت اسكت خالص. نو نعم، عايز ايه يا خلفه الندامه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام الاستاذه سلوى منطعي، نورت البازار. اتفضلي حضرتك اتفضلي حضرتك. ولا رمزي روح هات حاجه ساقعه للهانم تشربها، ولا اقول لك روح هات لها شقتين فولياض. لا ما هو شقتين اتاجروا يا دوله بقى. مش ناقص الراوتر. بص انا محطوط تحت ضغط، ممكن انفجر فيك في اي وقت، ممكن ارزعك قلمين على قفاك. لا يا دوله اسمهم قفايين على قفايا، القلم ده بيبقى على الوش يا دوله. ما انت خبره طبعا خبره. امشي من قدامي دلوقتي. خلصني يا حبيبي منك ليه؟ ورايا نمره. ايه ده، هو حضرتك رجعتي ترعشي تاني يعني؟ ارعش ارعش. طب ده انا لما برعش وهز وستي الرجاله في الكباري ما اقولكش ما اقولكش. اوعى يا لا تتهرب يلا. يبقى انا عرفت بقى سبب الخلاف اللي بينك وبين بابا. اكيد مثلا بابا رفض انك انت ترجعي تشتغلي رقاصه تاني. عفوا يا حبيبي، ده مين ده؟ ده هو اللي ماسك لي الفرقه وخلاني مشيت الواد مقسوم الطبال. طب ومقسوم دون يعني كان مقسوم على حتتين ولا على ثلاث حتت؟ هاو 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 يا مدام خفيف، يا بص الحيطان، يا فارغ غيطان، يا قفة من غير ويدان وشابر. طب دول انا هستأذن بقى، انا دول عشان مستعجل قوي دول. يلا والله العظيم انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، ده انا بقالي سنين بحاول اطرد ومش عارف. ده حضرتك بس بتاعت العرقسوس دي يعني جرتيها يعني. طب بالمره بقى ليا طلب تاني، يا ريت يا ريت ترجعي بابا. لا يا حبيبي، ابوك سرقني، اخد فلوسي وفلوس الفرقه وراح لعب بيهم قمار مع البنت سحر الدواره. سحر الدواره؟ وبعدين سلطت عليه 2 بلطجيه رقعوا لي علقه الماتشينه، قام قابب بالألف جنيه فلوسي وفلوس الفرقه. انما لما عملها تاني صعب عليا، قلت ابدا ما حد يمد ايده عليه غيري وتركته وحيدا. تركتيه وحيدا يعني؟ والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، بس هي المشكله عنده بابا. بابا هو السبب ان هو مشي ورا واحده واطيه كده. هي مين جيل واتش يا استاذ عادل؟ الاستاذه اللي هي سحر الدواره يعني. وانت فاكره ان حضرتك انا اقول عليكي واطيه؟ لا حضرتك عاليه ما شاء الله وحمراء وكله يعني. اهلا وسهلا. احسب يبقى انا بقى كده عندي الغلط ولا عند ابوك الواتشي؟ لا هو صراحة الغلط كده عند ماما وهي بتدفع الثمن بقى. طيب أي خدمات مني؟ معلش عشان عندي فقرة. طب أستاذة سلوى يعني معلش أنا آسف، حضرتك ينفع ترجعي بابا وأنا الفلوس اللي خدها منك مستعد أرجعها لك؟ لا ما ينفعش، اعذرني يا أستاذة عادل هيسرقني تاني. لا ما أنت لازم تحرصي، ما أنت اتسرقتي أولاني، خلي بالك ما تحطيش فلوس قدامه، بس أهم حاجة يبقى معاكي راجل وضل راجل برضه. رأي؟ رأي؟ راجل؟ هو ابوك ده راجل؟ ده ابوك ده كوم قش. لا لو سمحتي بقى انا ما اسمحش ان انت تغلطي في بابا ابقى، ولعلمك بقى بابا هيرجع لماما خلاص. لا ده احنا محتاجينه،
انا محتاجاه والفرقه محتاجاه والطبله. لا انا بس كده يعني. اما كنت بتعملي فيه كده ليه يعني؟ قرصه ودن شاده كده يعني يومين ثلاثه وهرجعه. والله مش عارف، انا اصلي ملاحظ ان في الفتره الاخيره بابا متمسك بماما قوي يعني، مش قادر يستغنى عنها، وماما برضو. بس يعني هعمل ايه، هحاول. ابدا، زي ما طلقتني تيجي ورجليها فوق رقبتها وتردني تاني. انا مش رميه يعني، انا ما عنديش حد يسال عليا ولا ايه؟ يا بابا لعلمك يعني، انت طبعا لا سمح الله اي واحده تتمناك طبعا يا بابا. امال ايه؟ امال ايه يعني؟ امال ايه؟ لا ولا حاجه، انا بس عايز اسالك سؤال يا بابا. يعني هي سلوى منطيع اللي خلعتك دي، معلش يعني يا بابا، هي مش كانت صاحبه سناء بنتك؟ ايوه، وانا اخترتها من بين صحابها كلها. طيب هي مش كانت شغاله مدرسه؟ ايه اللي بقى شغالها رقاصه يعني يا بابا؟ دي كانت مدرسه تربيه فنيه، فنيه بس مفيش حد بياخد دروس خصوصيه في الرسم، فانت قلت بقى تشغلها رقاصه عشان تكسب من وراها كتير يعني. اكسب ايه؟ طب تصدق بالله يا ابني، والله بيعدي علينا بالثلاث ايام ما بنلاقيش المزه. يا بابا بتلاقوش المزه يعني؟ بجد هتصعب عليا والله، ده انا ممكن ما بتلاقوش المزه. بابا انا عايز اقول لك على حاجه بس يا بابا، معلش يا بابا، انا كان نفسي في وقت من الاوقات يعني ان انا اقف كده في الشارع مع اصحابي ونبص عليك واقول لهم الراجل اللي واقف هناك ده ابويا، افتخر بيك يا بابا. هو انت عندك صحاب؟ لا. طب خلاص يا اخي قلب دماغك. ما هو حضرتك مش كده، اول ما هي هتيجي هتقوم حياتك بقى ايه كده مدلوق وبتاع؟ لا، لازم يبقى في كرامه بقى كده وقوه وصلابه، علشان هي بقى مش اول ما تيجي تقول لك يلا تروح معاها وتستحلاها بقى وتستقوى عليك. ليه؟ ماليش اهل؟ ما ورايش رجاله؟ لا ما وراكش يا بابا. وبعدين تقعد هنا ليه دلوقتي؟ مستني الموقع الكبرى مع منطعي. بابا انا من رايي يا بابا ان انت وقت ما هي تيجي انت ما تبقاش موجود خالص. احنا نقعد نتكلم معاها ونتفاهم معاها ونقدم لها شروطنا، لو وافقت عليها ساعتها تخرج وتقعد معاها. ايه يا عادل، انت ناسي انها لما تيجي لازم نجيبها ونكتبها قايمه كده ونخليها تمضي عليها؟ قايمه دي بس انت بتقولي اي كلام وخلاص، القايمه دي الراجل اللي بيكتبها مش الست. قومي يا بنت، قومي يا سناء خالص، قومي انت. بابا هيورطك، كان نفع نفسه. مالكيش دعوه، مالكيش دعوه. الشت بابا، بجد يا بابا انا رايي ده راي مهم جدا. وبعدين انت يا بابا لازم يكون عندك فعلا كبرياء، ما ينفعش تقابلها كده بسهوله يعني ده رايك؟ ايوه بابا. وبعدين في حاجه تانية، لو انت احتجت فلوس في 100 طريقه تجيب بيها فلوس، لكن ما تاخدش الفلوس بتاعت الفرقه يا بابا. وش معنى الفرقه تاخد الفلوس دي كلها؟ اولا ده انا اكتر واحد بيضحك، مراتي وبترقص قدام رجاله، مش دي تضحيه؟ لا فعلا، ونعم التضحيه. انا مش عارف والله بجد مصر من غيرك كانت هتعمل ايه. انت كل يوم يا بابا ما شاء الله بتديني خبرات، ايه الحلاوه دي؟ عادل لو سمحت ما تتريقش، لان عمل المراه ليس عار. طبعا مش عار، عمل المراه ده شيء طبيعي، بس انت بتفكري ان انت تنزلي تضربي لك وسطين ولا ايه؟ ليه يا بيبي هنزل اضرب حد ما عملليش حاجه في الشارع ليه يعني؟ ما كانش يبان عليك انك عديم الرجوله، انا كنت عارفه انك انت مش جدع، لكن مستواك يبقى واطي وتتجوز رقاصه وتمسك لها الفرقه يا هجاص. مالها دي ومال الرجوله؟ واحد وبيحافظ على مصالح مراته زي اي راجل شهم. بس ما تقولش راجل، زي اي شهم. فعلا الواحد ما يعرفش الخير فين. قال كنت ناوي ارجع له، لا عشان هو صعب عليا وخلاص. بقى على فهم انت راجل واطي وهتعيش طول عمرك واطي. اوعى تقولي واطي، انا دماغي عاليه فوق فوق. فوق فين؟ عند خزان الميه يا شيخ تليه. ده أنا على السن ده مفيش واحدة تستعصى عليا، ده أنا في... إيه ده؟ ممكن تكون هي. مين؟ منطعي. منطعي؟ لا. طب أنا أروح فين دلوقتي؟ خش تحت الكنبة يا أخوي. خليك أنت بقى، خليك، ما تقلقش، ما تقلقش، ما تقلقش. صباح الصباح، واللي جاي أحلى من اللي راح، اشرب من الإزازة عشان تبقى طازة. خليك فريش عشان وشك ما يكرمش. اوعي يا موزه، وسعي يا موزه، اقعد جنبها حبيب قلبي سيعه. قشطه. لا انا زعلان منك. اخس عليك ليه سيعه؟ اخس عليك. خد انا جايبه لك حاجه حلوه، اضرب البرشامه دي عشان تنزل تلم الكيت وتاكل الكتاكيت. قشطه. زعلان منك سيعه، عشان انت المره اللي فاتت سبت الواد رقه يديني بالقانون فوق دماغي. سيعه اخس عليك، انسى اللي فات بقى، ده انا محضره لك فيلمين كده بس عشان المراهقين قاعدين. بجد؟ ايه الفيلم الاولاني اتجوزني من فضلك، التاني طلقني حرام عليك. وجايبه لك نص بطيخه وربع جبنه وطمن زيتون. والحلاوه بعدين. الله، بحبك، بموت فيك، مش عشان عينيك الحلو وصوتك المجلجل، لا عشان حنيه قلبك. اخن
أخن ضربتني في الثغرة، عارف الثغرة؟ هاي يا درتي. لا يا جماعة، مدام الحكاية وصلت للثغرة فمتهيألي بقى تتكلوا على الله يا بابا، وجات لك لغاية عندك وصحتك وروح على بيتكوا. يلا يا بابا. متشكرة متشكرة يا ابن جوزي يا حنين يا اختي. يلا يا سيعة. يا عيني يا بابا. يا ماما، هي زعلانة ولا ايه يا ماما؟ ليه وحزعل ليه؟ على فكرة يا ماما، بابا ده أنا ما اتمنهوش ليكي، يعني هو برغم إن هو بابا بس أنتي تستاهلي حد أحسن من كده، أنا بحلم لك بعريس أحسن من كده بكتير يا ماما. يا حبيبي أنا ما بفكرش في الجواز خالص، ده أنتوا مالين عليا الدنيا. ربنا يخليكي لينا يا ماما. إيه اللي بتحلمهولي بقى؟ شكله إيه؟ دهب إيه يا إنعام يا أختي؟ هو في حد دلوقتي بيبيع دهب؟ يا ربي خليك ليا يا منعم، مسيغني لك عاني. بصي ياي، بس دول ذوقهم بلديون خالص يا ام ميرب. البلدي يوكل يا حبيبتي، اللي ما خرج من ذمه عادل ابني يجيب لي قشره حتى يعيش ويجيب لك يا ام ميرب. تعيشي لي يا حبيبتي. بصي بقى ديت استلقطها لقطه كده لقطه. استطلقها لك يعني ايه؟ يعني سرق يا ام ميرب؟ يا لهوي يا مجيده يا اختي، ليه هو منعم حرامي؟ لا 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 لا، ده هو يا اختي كان بيعمل شغله لواحد عنده ورشه ذهب، ما خدش منه مصنعيه فجبتي. ام ميرفت اشربي يا اختي القهوه بتاعتك لتبرد. يا ربي خليكي ليا. هو في بعد قهوتك يا حبيبتي؟ لا وبصي بقى نسيتك، الحلق ده بقى جابوه لما كنت معاه في جمصه. انا عايزه اعرف بقى الوليه دي جايه تغيظنا وتذلنا ولا ايه؟ الوليه يا انعام في ايه يا مجيده؟ يعني كده اللي انتم مزوقين الحيطان ولا تعاليق كده ولا بلالين ولا تورته ولا جاتو؟ مش النهارده عيد الام؟ ده النهارده 21 مارس. النهارده 21. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا انعام. كل سلامه يا كل حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا ام ميرفت. طيبه يا مجيده يا حبيبتي، وانت طيبه يا انعام يا حبيبتي. اسكتوا، ده لسه منعم دلوقتي بعتها لي، اللي اسمه ده بسموه انتوا ايه؟ مسج ده ولا ايه؟ رساله كده على الموبايل بتاع المرعش يا اختي. يرعش كده ما اقولكيش، بفطس على روحي من الضحك. ده كان جايب لي بقى الموبايل ده من السنه اللي قبل اللي قبل اللي فات. تعيشي وتدوبي يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا انعام. بقول ايه بقى، معلش حقكم عليا، مش هقدر اقعد اكتر من كده، لان يا اختي سمين عم كلمني وقال لي انه هيبقى تعديت عيد الام بتاعت السنه دي مع الواد جمعه. يا اختي هدلدله السبت يحط الهديه، اروح رافعه السبت. يعيش ويجيب لك يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا مجيده يا اختي. اسيبكم بعافيه بقى، يلا كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. انت طيبه. شايفه يا اختي الذهب اللي في ايديها؟ شايفه دي لو حبت تعمل دكان من بكره هتلاقي البضاعة عندها. بس يا إنعام أرجوكي بقى ما تقوليش الكلام ده علشان ما نحسدهاش. هنحسدها على إيه ولا على إيه؟ على الذهب ولا جمصة ولا على الموبايل؟ فعلا فعلا، بس أنا عايزة أقولك حاجة، إحنا عيوننا طيبين مش مدورين. الحمد لله ان احنا ما حسدناش العقد اللي حوالين رقبتها، كان زمان رقبتها اتقطعت. كل سنه وانت طيبه. انت بالصحه والسلامه يا حبيبتي. ميرسي ميرسي. وماله؟ ايه يا ماما، هي الطرحه مش عاجباكي ولا ايه؟ شايفه الخروج مقطع بعضه جايبه لي طرحه؟ طب يا ماما اللي بيسيها في البيت خانقه بره وجوه. ايه يا ماما مالك متعفرت عليا كده ليه؟ يا دي حاجات، دي هديه، دي مش على الموضه. موضه؟ ايه اللي جابولك على الموضه يعني؟ اروح اجيب لك باتيناج؟ لا المكياج والحاجات دي الاحمر والاصفر ده بتاع مجيده. يا ماما طب حتى كلمه حلوه يا ماما. الكلمه الحلوه للهديه الحلوه اللي هيجيبها لي ابني عادل، ابن البكري راجل البيت. لما نشوف. هتشوفي عادل لا يمكن ينسى امه. وانتي بألف صحة وسلامة يا حبيبتي. ها ايه ده؟ ايه ده؟ سماعة؟ سماعة ووكمان؟ امال فين الووكمان يا بت؟ ممكن انت بتسمعي بيها الراديو يا مامي. راديو انت اتجننتي في مخك؟ ماما مو، عارفة يعني ايه مو؟ انت ايه سماعة؟ سماعة وكمان صيني يا مغفلة. اسمعي عايزة اقول لك حاجة، كلمة ماما دي كلمة مقدسة، ما تتقالش كده مهلهولي. ها؟ لا يا حبيبتي على الأقل ووكمان أو MP3.
انت بتحبسيني كده ليه؟ ده انا حتى بقالي كتير بحوش عشان اجيبها لك. بتحوشي يا جربوعه، ده انت طول النهار هاتي فلوس يا ماما، هاتي فلوس يا ماما، تحطي في جيبك تروحي تسافري. ربنا يخليكي يا رانيا، دي لما بتروح اي رستو عشان تاكل هي وجوزها بتشيل اكل على جنب، بتقول عشان امي اللي جعانه في البيت اللي ما بتاكلش. قليله الادب. انا صيني. امشي غوري من قدامك، امشي. الحمد لله الحمد لله، انا مبسوط جدا ان ربنا وفقنا ونقينا حاجه كويسه. الحمد لله. بس انت ايه ذوقك يجنن يا عادل؟ دول هيتفاجئوا لما يشوفوها. شفت انت قلتي بنفسك مفاجاه، يعني لازم تبقى مفاجاه ونستنى، ما حدش يقول لهم اي حاجه. اوعى تقولي لهم. لا خالص خالص، بس انت اكدت على راجل يلفها لفه حلوه كده وشيك. عيب يا رانيا، عيب يا حبيبتي، انا الفينشنج عندي اهم حاجه. المهم دلوقتي نخش بقى نغير هدومنا على ما الراجل يجيبها. اوكي يلا. سماعه ووكمان. هو انا عندي ووكمان عشان تجيب لي سماعه؟ ايه ده؟ يا ما جاب الغراب لامه. قال دي هديه. قال بقولك ايه، تبدلي؟ انا اعتقد بقى ان الهديه بتاعت رانيا وعادل هتعوض الهديه الزباله اللي جت لنا دي. انت هتجيبي عادل ورانيا لسناء وبنتك العره نجلاء؟ طبعا يا حبيبتي، ايش جاب لي جاب يا ماما. بقولك ايه، تفتكري رانيا هتجيب لك ايه؟ بصي انا كنت لمحت لها على بلوزه شفتها ماركتها كريستيان جور عند محل كوستانتينو اللي جنب جروبي. ده اللي بيبيع حلويات غربيه جنب الملابس. مش عارفه، يمكن يكونوا ولاد عم. طب انت بقى تفتكري عادل هيجيب لك ايه؟ عادل هو في زي عادل؟ زمان قال لي انه هيجيب لي حلق على شكل ورده. البلديش دي ورده هتعلقي شبشب ورده في ودناتك. الشبشب ده هينزل على ظهر سناء اللي جايبه لي طرحه باتنين جنيه ونص من الراجل اللي قاعد قصاد المدرسه. باربعه جنيه ونص يا ماما من الراجل اللي قاعد قدام الجامع مش قدام المدرسه. يا خايبه ضحك عليكي. مساء الخير. مساء النور. منزل استاذ عادل؟ ايوه خش. دي الهديه بتاعتي اجمل. بيقول لك عادل تبقى هديتي انا. تعالى تعالى خش هنا، خد نفسك. هي عامل لك شاي؟ شايفه الهديه ام 4 ونص؟ العلبه الواحده تيجي ب 6 جنيه يا ماما، ده بدل كلمه شكرا. كويس، انت جيت بسرعه، برافو عليك. الله يخليك. شاكرين. هات يا ماما. طب والثانيه ايه؟ بتتلف وجايه حالا. دي اكيد الهديه بتاعتي. تعالي نقعد ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. يلا. شاكرين قوي يا سيدي، والله واللفه 100 100. خد يا سيدي لفه 100 100 ومتشكرين يا سيدي. و2 جنيه يا دي، انت طماع ليه؟ ما انت لسه هتجيب التانية. ياض، وبعد ما اجيب التانية يعني هديك 2 جنيه زيهم. يلا. 2 جنيه زيهم؟ انت ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لقيت الباب في وشي ولا ايه؟ الناس دي اساسا. الحكايه دي بقى ما حدش عايز يعرف فيها ايه ولا ايه؟ لا احنا ما بنفكرش في الحاجات دي. ما تفكروش في الحاجات دي؟ طيب عموما اللي هيعرف هي فيها ايه ليه مكافأة. على فكرة يا مامي، دي حاجة جامدة جدا جدا وهتعجبك موت. واللي فيكوا بقى هتعرف ايه اللي جوه ليها مكافأة. على العموم بقى يا عادل، احنا مش محتاجين لا جوائز ولا عروض ولا مفاجآت، احنا كأمهات بنأدي رسالة محددة. الله على الرسالة، جواباتك وصلت يا حماتي. عموما احنا جوه. سلام عليكم. عادل ابني ده عليه حركات، تلاقيه داخل جوه عشان يكتب لي كلمتين حلوين. الى اعز الحبايب، يا امي يا مدرسه، فن وطبخ وهندسه. مش قرديحي؟ قرديحي ايه يا ماما؟ هو انت هتاكليها؟ انا بقى مطمنه جدا على الهديه بتاعتي اللي زمانها جايه زي ما الاوفيس مان قال. احنا كامهات مرضيين. سناء قومي سيق البيت. سناء قومي شدي البت اللي اسمها نجله من شعرها علشان تعمل الحمام. قال ايه؟ جايبه لي سماعه واكمن. لا 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 لا، بالراحه 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 بالراحه، لان الريش دي بتبقى حساسه جدا، لازم تتعاملي معاها برقه، خلي بالك. اخيرا يا ربي، اخيرا جبنا مروحه. انا مبسوطه قوي يا عادل. يا حبيبتي شوفي، انا وعدتك بيها من امتى؟ من ايام ما كنا لسه مخطوبين. بقولك ايه، طب هنعمل ايه بالمروحه اللي جوه دي؟ لا مش اشكال، ممكن نرميها او نديها لمامتك مثلا، او ايه رايك احطها في البازار؟ الواد رمزي اشغلها له في الشتاء مثلا، يمكن يجي له اي برد ولا اي حاجه. هي اساسا كانت بتجيب تراب ما بتجيبش هوا يعني. طب انت استقريت هنعلقها فين؟ ايه ده، واحنا نعلقها على طول كده؟ لا انا عايز بقى اقعد اجمع الريش دي في المروحه وبعدين احطها جنبي كده واقعد اتفرج عليها. ده انا ما صدقت ان احنا جبنا المروحه دي. طبعا
اهو مدفوع فيها شيء وشويات. بصي والريموت كمان اهو. الريموت ده بقى ايه، مش محتاجه ان انت كل شويه تقومي بقى تفتحي المروحه، لا وانت قاعده كده اهو ممكن تقعدي بقى تعليها توطيها تزوديها تقلليها. مظبوط فعلا، لانه عايزه اقول لك على حاجه، الهواء الجانبي بيعمل دايما تصدع في اسفل الاذنين وتصدع جانبي، فالافضل ان احنا نحطها في السقف. صح. عارفه كان قدامي كمان منبه فوسفوري شكله مرعب فظيع فظيع، بس ده المره الجايه مش اشكال. يلا فين الريموت؟ استني كده ما اجربها تشتغل ولا لا. هما مالهم طولوا كده ليه؟ أنا ابتديت أقلق. تحت الترابيزة يا حبيبتي، تحت الترابيزة. حاضر يا ماما حاضر. أنا غلطان إن أنا جبت لك هدية. يمكن يكونوا مستنيين الهدايا بتاعتنا كلها تيجي مع بعض عشان ما يحصلش غيرة. أنا أغير منك أنتِ؟ طبعًا. أيوة. هاتي يا سيدي. برافو عليك والله، جيتوا في مواعيدكم. اتفضل يا سيدي مجهز لك اهو. لا يا باشا الله يخليك. إيه؟ في المحل قالوا لها ما تاخدش اقل من 10 جنيه. ثواني بقى نعمل معاك واجب. دول 5 جنيه 75 خليهم معاك، المعاي صعب اصلها. الله يخليك. على اساس ان انسان قال طالع جايب لهم الحاجه. 2 جنيه 2 جنيه ايه اللي بيجيبون ايه الناس دي؟ خمنتوا بقى الاولانيه كان فيها ايه؟ ما تتكلم بقى يا عادل، عايزين ننام. نتكلم. مفاجأة أصلاً، مفاجأة فظيعة. جبنا مروحة سقف لأوضتنا. وده شفاط عشان مطبخنا. الله يبارك فيك. يلا يا رنا. أبناء ولكن، وقال إيه يا ماما؟ مش عاجباك الهدية اللي بقالي أسبوع بفاصل لك فيها، واتنين ونص، أربعة ونص، ستة ونص. بس يا أم ستة ونص أنتِ. مجيدة. لازم نعرفهم يعني ايه ام. مين اللي شايل البيت؟ انا وانت يا انعام، طول عمرنا ايدناتنا في ايدنات بعض. ولا بعمل ايه في البيت انا؟ حس احتياطي؟ ده انا لو بخدم في بنسيون كان زمانهم كافئوني وعملوا لي حفله سمر. بصي بقى بقول لك ايه، انعام احنا لازم نواجههم. ايوه لازم يعرفوا مقامنا وانهم من غيرنا ما يسووش حاجه، بس مش هنقول كده بصريح العباره، لا بالتعامل معاهم يعني. ها طب لو سمحتوا، البت اللي مفحوطة في الحمام دي عمالة تمسح تمسح، هتموت جوه. ممكن تتفضلوا عليا بطلب عفو ليها؟ معاكي حق، حرام. نجلاء نجلاء. ايوه يا ماما. لا لا ما اقدرش، كل ما بشوفها بتنرفز وبفتكر السماعة بتاعت الوكمان اللي جابتها لي وانا ما عنديش وكمان. شغوري امشي يا غوري يا بنت، كملي 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 تنظيف الحمام يا كلبة. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا ماما. بونجور. وماله ما يضرش؟ وايه اللي يضر في صباح الخير يا ماما؟ انا عمري ضريتك في صباح الخير قبل كده يعني. ماجي من فضلك اديني العشاء. حاضر يا نومي. ميرسي. يا سلام على روح التعاون اللي بينكم، ما دام انتوا متعاونين قوي كده هو مع بعضيكم يعني. يا ريت بقى اعملوا لي سندوتش. يا سلام، انت مش عندك مرات تعملك اللي انت عاوز؟ هي امك هتعيش لك طول العمر ولا ايه؟ قولي له يا حبيبتي قولي له، هو انا جوزتك يا حبيبي عشان اخدمك انت ومراتك المحروسه؟ غلطتك غلطتك يا حبيبتي، علشان انت اللي جوزتيها النومه، طول النهار قاعده في الاوضه ما بتعملش حاجه واحنا اللي بنخدمها. لا لا لا، ايه ايه القلبه اللي انتوا قلبتوها على بعض دي؟ ايه دي بنتك برضو يا حماتي يعني. هو انتوا يعني عشان قاعدين جنب بعض وبتحبوا بعض يعني معنى كده حسيتوا ان انتوا اخوات ولا ايه؟ لا احنا اكتر من اخوات، احنا امهات. عموما مش اشكال، انا هجيب لنا الاكل لنفسي. يا رانيا رانيا بونجور. ما تحاوليش ما تحاوليش عشان ما تحرقيش نفسي. في ايه؟ خش في الموضوع على طول. مامي على فكره انا حاسه كده ان انا من ساعه ما صحيت وجسمي مكسر، ما عندكيش اسبرينا بليز يا مامي؟ بيان سور عندي يا حبيبتي، بس على ثاني انا ونومي. متعودين يضربوا شريط الصبح مع كوبايه الشاي. ماجي ايه رايك نتفرج على صباح الخير يا مصر تعالي؟ يلا يا نومي. وانتوا هتصحوا مصر ليه من بدري قوي كده؟ كانت سهرانه طول الليل امبارح مع لبنان. عادل على فكره بقى انا اشتم رائحه غدر اموي. غدر اموي ايه؟ انا اسمع عن العهد الاموي لكن الغدر الاموي ده ما اسمعش عنه. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ايوه المكوه. شكرين قوي. الحساب على الحساب بقى. لا يهمك كويس، جه في وقته. ايه ده، انا هدومي فين؟ رانيا
انت ما بعتيش هدومي للمكوى ولا ايه؟ يا حبيب قلبي، اصل طنط انعام هي المسؤوله عن الغسيل والمكوى، هي بتحبش اي حد يتدخل في الحاجات دي. ماما القميص الابيض اللي قلت لك عايزه ضروري بعتيه للمكوى ولا لا؟ ابيض؟ قلبك انت اللي ابيض يا عادل. قلبي انا اللي ابيض؟ هي الجمله شكلها حلو من بره بس مش مطمن لها. نومي انا انت عارفه انا عندي ضغط عالي وضغطي بيعلى لما بشوف ناس معينه انت عارفاهم. بقول لك ايه، تيجي نروح نعمل الترنيه بتاعي انا وانت في الجاردان اللي جنبنا؟ قوي يا حبيبتي اتفضلي. يلا يا نومي. يلا ترنيه ايه يا مامي؟ احنا النهارده مرتبين نفسنا عشان نعمل تشكيله المحاشي، وانا ما بعرفش اتقن الخلطه زي حضرتك ولا لفه الصوابع زي انتي انعام. يا حبيبتي اللي ما يعرفش يعرف. يلا يا ماجي. يلا يا نومي. يلا حبيبتي. ايه امي امك اللي قلبوا مره واحده اسماعيل ياسين وشكوك دول؟ انا كده اتحطيت وجها الى وجه مع حله المحشي. تتفرق. لا طب ما تدهوني اكولك احسن. تكوي وانا اديكي حاجه تانية تكويها؟ اتفضلي يا هانم اللي انت مخبيها لي تحت السرير. ادي هي، مش دي اخر مكوى حضرتك قمت بكويها؟ بغض النظر عن التيشيرت، انا عايزه اكلمك في موضوع مهم جدا بصراحه كده. انا بدا يخالفني الشك. يخالفك الشك ليه يعني؟ عملت ايه حضرتك؟ انا مشاويري كلها معروفه، وبعدين انا اصلا معيش فلوس عشان اخونك، يعني اخر فلوس دفعناها في المروحه وفي الشفاط. انا مش بكلم عنك، انا بكلم عن امهاتنا كامهات. مش عارف، قلقان قوي قلقان، ابتدى يعني فعلا تصرفاتهم معانا تبقى غريبه قوي. يا عادل الام مدرسه. طبعا الام مدرسه فعلا، واحنا الفصول بقى بتاعه المدرسه. سيبك من الكلام ده، اكيد يا رانيا في حاجه انت مثلا عملتيها ضايقتيهم، مثلا نقلت كلام من مامتي لمامتك، من مامتك لمامتي، او مثلا قلتي حاجه على لساني انا قلتها فعلا ما كنتش قاصد، او كنت قاصد لحظه صدق. لا طبعا، لان انا زوجه كتومه فعلا وده متعارف عني. الفكره كلها ان احنا لو ما حلناش الموقف ممكن يتصاعد معاهم، وبصراحه بقى انا ما بقتش قادره اشيل شغل البيت لوحدي، دول شالوا ايدهم نهائيا من كل حاجه. انا صراحه يعني مستغرب جدا من موقفهم العجيب ده، يعني حركه ندى ما كنتش اتوقعها ابدا. بقول لك ايه، علي على خمسه. على فكره يا عادل بقى، احنا لازم نواجه الموقف. ايوه ما احنا عايزين نواجه الموقف، بس هم مش عايزين يقولوا في ايه. هو اكيد كبريائهم كامهات منعهم. طب واحنا هنعمل لهم ايه بقى على كبريائهم ده؟ عموما كل واحد فينا يشوف امه زعلت من ايه. انت تروح تسال امك وانا هروح اسال امي. علي على سته، علي على سته، علي على سته. نعم، عايز ايه؟ اطفي النور واطلع بره، عايز انام. يا ماما في ايه بس؟ يا ماما ريحيني. ريح اللي حواليك ترتاح. طب فهميني في ايه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ما هو دي معروفه يعني. ماشي فهميني. نهيتك ما انتهيتك، والطبع فيك غالب، وديل الكلب. هي وصلت الكلب؟ طيب خليك مع الكذاب لحد باب الدار. قالوا الكذاب يحلف، قال جالك الفرج. قالوا لل و ما انا مش هعرف اجريك يا ماما. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طب سد الباب وانت خايف. مامتي، يا مامتي، يا مامتي، ارجوك يا مامتي، انا انزف الما. يا اختي ما تنزفي يا حبيبتي، وانا في ايدي اعمله لك. انا عايزه حبا وحنان من بتاع المامهات. انت عايزه حب وحنان؟ عيوني هلف لك شويه وابعتهم لك اوضتك. ايه يا مامتي ده؟ ايه ده؟ على فكره بقى، انا ملاحظه ان كتر قعدتك مع انتي انعام خلتك تتلفظي بمصطلحات مش بتاعتك، لا تليق بيكي. Don't dare saying this على انعام، don't dare. فاهمه؟ نعومتي يا حبيبتي، يا نعومتي، هو في زي النعومه دي قمر؟ طب انا اديها لك بقى. نعومتي، نومي. نومي؟ انا امي ضربت يا ولاد. بقول لك ايه يا رانيا، مفيش شويه لب بطيخ فاضلين؟ مفيش حاجه، الكميه كلها خلصت يا عادل. ما قلت لك نجيب لب شمامه، وبيبقى اكتر برضه يعني. انا مش فاهم هم بيعملوا فينا ليه كده يعني، واحنا يعني عملنا لهم ايه عشان يعملوا فينا كده؟ دول امهاتنا، ده من قرهم علينا وقعوا لنا حتى المروحه اللي جبناها. يا عم دول اطلقوا بيان اعلنوا فيه رسميا مسؤوليتهم الكامله عن اسقاط المروحه. في حد في الصلاه؟ لا. خشي خشي. كل سنه وانت طيبه يا ماما، دي هديه عيد الام.
معلش تأخرت شوية عبال ما حوشت ثمنها. حبيبتي ياسمين، لقيت السندوتش ده كانوا ناسينه في التلاجة. لو هكون سرقته يا عادل؟ لا، كله إلا الحرام، أنا خطفته. عادل، أنا عرفت مامتي وأمك زعلانين مننا ليه. ماما كل سنة وانت طيبة يا ماما. مامتي كل سنة وانت طيبة يا مامتي. ماما ما تزعلوش مننا يعني عشان ما جبنالكوش هدية في عيد الأم. احنا ما كناش مستنيين منكم هدايا. احنا كنا عايزينكم تفتكرونا وتهتموا بينا في يوم زي ده اكتر من كده. زي ما انا اهتميت. معلش يا مامتي ما تزعليش مني، والله العظيم ما اقصد انسى خالص، ده هي بس مشكلات ومشاغل الحياه. سامحينا يا مامي، انتوا اكيد هتسامحونا طبعا. جايه بعد الهنا بسنه تقولي تسامحونا؟ ماما مالكيش دعوه بسناء خالص يا ماما، يا ريت تشغلي قلب الام اللي راكن بقاله اسبوع ده. بصي جبتلك ايه الحلقه اهو. الله، خلاص يا حبيبي. تحب تتغدى ايه النهارده؟ ايه ده يا ماما، ايه ده، ده بلدي بلدي، ده صفيح ده ولا ايه؟ بلدي يا ام هديه ب2 جنيه ونص. 4.5 والله العظيم يا ماما، من الراجل اللي جنب الجامع بعد فصال مرير. خد المقاشه وروحي نظفي البيت. يلا يلا. مامتي اتفضلي يا مامتي. يا حبيبتي البلوزة الكريستيان ديور ومن عند كوستانتينوس. يا مامي كل سنة وانتي طيبة. يا قلبي يا روح قلبي. سناء خدي البت نجلة وغوره، كملوا تنظيف الحمام برموش عينيكم بس. ها شجوري يا ماما. يلا أدب. ايه رأيك يا ماما؟ حلو قوي يا حبيبي. شوفي هتقلعي امتى عشان ارجعه بقى. ألبوم عمرو دياب الجديد يحقق أعلى مبيعات بعد ظهوره بالنيو لوك. أي كلام بيكتبوه خلاص، إيه علاقة النيو لوك بالمبيعات يعني؟ آه صح، دولا هو يعني إيه اللي هو النيو لوك ده؟ نيو لوك اسمه نيو لوك. نيو إيه ياد، أنت مش طالع من إعدادي ياد وكنت عارف إنجليزي ياد؟ ما أيوة دولا، ما أنا طالع من إعدادي بسبب الإنجليزي ده. ليه يا ابني؟ ده الإنجليزي ده سهل جدا، فيري إيزي. لا يا دولا، أصل أنا المادة الوحيدة اللي ما كنتش بفهمها هي الإنجليزي دي. ده على اساس ان انت كنت فاهم المواد التانية. عموما نيو لوك مفسره نفسها. نيو يعني ايه؟ نيو يعني شباك. شباك اي هيصه جاي فيها. نيو يلا، نيو يعني مثلا جديد. هو نيو يعني جديد، يعني لما بلاقي واحد راجل مثلا لابس حاجه جديده بقول ايه الراجل ده لابس جديد في جديد، يعني لابس نيو في نيو. يا دولا صح. تارين وانا بروح اشتري لمبه جديده من عند الكهربائي بقول له لو سمحت عايز لمبه نيو. نيو؟ اه لمبه نيون يعني جديده قوي. يلا لانج يعني. امال الشباك يعني ايه دولا؟ انا نسيت. اللي هو الشباك اللي هو دور اللي هو مثلا ما اقول لك اوبن ذا دور يعني اقفل الشباك كده يعني. يا دولا عليك يا سلام. والله يا دولا ده انا من غيرك ما سواش حاجه. وبيا ما تسواش حاجه برضو يا رمزي يعني. طب يا دولا بقى اللي هو اللوك يعني ايه؟ اللوك اللي هو اما باجي اقول لك مثلا بص على حاجه بقول لك لوك 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 لوك. لوك 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 اللي هو الكلام الكتير وصداع. لوك كلامي يا غبي اللي هو توك 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 اللي هو الكتير بقى. توك 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 اللي هو بيمشي في الشارع ده بيتكلم. اللي بيمشي في الشارع بيتكلم؟ لا يا دولا. طب امال ايه؟ اي كلام جاي فيه وخلاص؟ ولا انا مش عايز اي توك توك معايا، اطلع على المخزن عايزك تلوك لوك عليه وعايزك تنضفه وتخليه نيو نيون بيلمع. يلا دول ما انا يلا لسه. جو ما دول لسه نو ما نو. طب انا عايز ال طب انا هنا ام يا دولا. طب ان يا دولا لو سمحت. ها حته مر الاستاذ عادل تحت امرك. يا حته انا طالب شاي قبل الراجل ده، انت دي تاني كوبايه بتنزلها له وبعدين يعني. وانا كمان يا دولا ما حدش نزل لي حاجه. انت طلبت حاجه؟ لا استاذ عادل بعد اذنك بقى يعني سيبنا نشوف السبوبه. يا سلام، هو يعني الراجل ده بيدفع فلوس وانا بدفع طوب يعني ولا ايه؟ لا بتدفع بس لما واخذ يعني كل برغوت وعلى قد دمه. الله 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 الله، بقينا برغيك كمان. يا نهار اسوح، فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضى. يا دوله دي قله الاصل على السيف. وعلى السكينه بطيخ. وياما دقت على الراس كفوف. وياما دقت على الافوف كفوف. الله الله الله، انتوا هتلونوا عليا انتوا الاثنين بقى ولا ايه؟ وهنلون عليك ليه وانت سبوره؟ دوله اروح اجيب البشاوره يا دوله؟ اجيب البشاوره عشان نمسح له بقى بيها ملامح وشه. بس كده يا دوله السبوره هتتمسح ومش هنعرف ندفع. بص بقى رمزي، انا يعني ساكت عشان استاذ عادل قاعد بس، انما لو كنت لوحدك كنت وريتك. ايه هتعمل
له ايه؟ حته ما تخلينيش اغضب عليك اقوم اقطعك لمية حته. اه يا دولا والنبي، ونحط بقى كل حته في حته. بس بقى اسيب لي حته. كده كده ماشي. طب انتوا بقى الاثنين زباين كحيتي، واخركم اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب وما بتدفعوش بقشيش. يا سلام، اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا امبارح طالبين ثلاثة شاي. اه ثلاثة شاي بعد ما كسرتوا التانية، وانا اللي دفعت ثمن الكوبايه اللي اتكسرت. يا حته يا حته لحظه. ايوه باشا، الراجل اللي بيننا بقى ده استاذ عادل بيدفع بقشيش 5 جنيه. ايه يا حته؟ 5 جنيه ليه؟ يعني بيشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عنده محل زيك، ولا مؤاخذه يعني كان فقران زيك، بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده 5 محلات وكل ده في سنه واحده. اكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجه. لا بصراحه الراجل ماشي في السليم قوي. في السليم وعمل الفلوس دي في سنه ازاي يعني؟ يعني ظبط نفسه بقى كده وراح مطور شغله وراح جايب واحده عملت له حاجه اسمها نيولوك، دي بقى اللي ظبطت له كل الشغل. نيولوك؟ طب بقول لك يا حته، يعني انت عارف انت صاحبنا وقد ايه انا بحبك، يعني ما تعرفش تجيب لي التليفون بتاع الست اللي بتعمل النيولوك دي؟ عينيا يا برنس، انت تأمرني بس اشوف شغلي بقى. الله يكرمك. اهلا 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 وسهلا حضرتك، معاكي يعني عادل سعيد. اتفضلي. انا اللي بعتلك اللي هو بتاع كلمني. شكرا يعني حضرتك، انا عندي بازار كبير جدا. غير كده حضرتك، انا بكتب شعر، ممكن حضرتك تلاقي مثلا الكلام ده مش مهم بالنسبه اللي احنا عايزين نعمله، بس انا قلت اقوله يعني وخلاص. اهلا وسهلا، انا ناني الورداني ستايلست. ستايلست؟ اه حضرتك انا عارف طبعا، يعني ان انا خدت نمرتك كمان من حته. حته؟ حته ده يعني حضرتك مش اهواجي ولا حاجه؟ لا حته مكان يعني. اه بس اللي انت ما تعرفوش ان انا ليا اكتر من طريقه للشغل، هعرفهم لك وانت تختار الطريقه اللي تحبها. اي طريقه حضرتك يعني انا معاكي. بص حضرتك، انت المسؤوله عن الحكايه دي، تقولي لي اعمل ايه بالظبط وانا ايدي لا مؤاخذه يعني هتبقى على كتفك. احنا مش هنشتغل على الانترفيس الخارجي بس، احنا هنشتغل كمان على الداخلي. انترفيس حضرتك بصي، انا غيرت الديكور بقالي فتره، يعني بقالي مثلا سنه تقريبا مغير الديكور كله. انت اخبار الانجليزي بتاعك ايه؟ الانجليزي لا يعني عارفه ما بستوعبوش قوي يعني. غريبه، انت بتشتغل في السياحه يعني كل شغلك مع الاجانب. لا حضرتك عارفه انا بفضل جدا السياحه الداخليه. شكلك كده هتاخد مني مجهود كتير جدا، بس نو بروبلم. نو بروبلم يعني ما فيش مشكله، دي عارفها يعني. بص حضرتك انا معاكي واعملي اللي انت عايزاه، المهم انا اعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، نيولوك بتاع الشخصيه بيتكون من جزئين. يعني بينزل على حتتين يعني. حتتين؟ حتتين. قشطه معلم، انا كده عرفت سكتك. بص بقى يا سيدي، الزبون يحب دايما اللي ينصب عليه. ينصب عليه ايه؟ لا لعلمك انا عمري ما حبيت حد ينصب عليا وما بسيبش حقه ابدا. لا افهمني، انت دلوقتي لو واقف في البازار بتاعك ولابس قميص ثمنه 1000 جنيه ودخل لك زبون يشتري حاجه ب 2 جنيه، لو انت قلت له 10 هيدفع عشان هيكسف منك. وايه اللي يكسفه يعني الزبون؟ يعني هيشوفك برنس كده يكسف انه يفاصل معاك في جنيه ولا اتنين. تصدقي صح، هدي فهمتها، برافو عليك. الحاجة التانية بقى، اسلوب حياتك كله لازم يتغير، طريقة كلامك، مشيتك، قعدتك، انت لازم كل حياتك تتغير، لازم تكيس كل الناس اللي حواليك. اكيس كل الناس؟ بس كده يعني متهيألي الاكياس هتاخد نص الميزانية يعني. مش مشكلة، هي هتجيب لك اكتر من اللي انت دفعته بكتير. صح برضه، بس في حاجات كتيره انا مش عارفها، يعني طريقه الكلام، طريقه اللبس، يعني الاتيكيت وكده يعني. امال انا بعمل ايه؟ انت سيب لي نفسك خالص وخليك ورايا وانت مغمض، وانا هخليك زي الكتاب ما بيقول. ماشي، اهم حاجه بقى هنستلم. تركزي وحلي التمرين ده اهو، وصلي هنا بهنا يا جماعه. بصراحه انا حاسه كده ان عادل قلب فجاه بقى اراجوز بعد النيو لوك اللي كله عمله ده. والله هو مطلوب النيو لوك دون، بس يعني هو هي از اوفر يعني مش مفروض يبقى بالشكل ده. الراجل ما يعبوش الا جيبه، وبعدين ابني مخلينا مش عايزين اي حاجه خصوصا الايام دي، الحاجات جايبها بزياده قوي 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 قوي. ايوه بصراحه يا حماتي، عادل اتغير جدا، بقى واحد تاني ويهتم بالمناظر والمظاهر اكتر من اللازم، وبقى حاجه كده محبطه بصراحه. انا شخصيا معجبه جدا جدا بالنيو لوك بتاع ابي عادل. انا بحب قوي بابا عشان شكله بقى يضحكني. يا ياسمين ركزي ركزي يا ياسمين، انت بتدوري على اي حاجه تشتتك. خش 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 يا رجاله، خش حطوا لي الكمبيوتر هنا، ويا ريت تفتح لي اللابتوب عشان اشوف في حد بعت لي ميل ولا حاجه. الموبايلات معاك؟ تمام يا ريس. هتفضل معاك عشان ترد على الناس كلها. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي موجوده. طب كويس قوي.
خدها رجاله، خدها رجاله، يلا شبرقوا نفسكم. خد ادي 100 جنيه ستايل عالي يا ريس. ادي 100 جنيه ماشي يا ريس. 100 جنيه ماشي يا ريس. ناقص عادل ده ناقص محدث نعمه. ها اخبار الغدا ايه؟ عاملين لي غدا ايه النهارده؟ عاملين لك جمبري يا حبيبي. جمبري هايل، انا بحب الجمبري. ياسمين روحي اقفلي الباب بسرعه بسرعه. خدي ياسمين. ايه هتقفلي الباب ليه؟ انت مش سامعه ماما بتقول في جمبري؟ ايوه. طيب خلاص خلي الجيران يعرفوا ان احنا عندنا جمبري وبناكل جمبري. ويا ريت كمان لو في القشر اللي فضل من الجمبري ده ترموه بره على الباب. يعرفوا ايه اذا كان ده نص كيلو جمبري وخمسة كيلو رز؟ يعرفوا ايه؟ ايوه اللي بيشم ما بيوزنش يا حماتي. ناقص ناقص ناقص. المهم الجمبري بعد حتى ما قشرتوه حتى لو نص كيلو طلع قشر ولا ما طلعش قشر؟ طلع قشر. خلاص القشر ده بقى ترموه تبدروه قدام باب السلم عشان كل الناس تعرف ان احنا واكلين جمبري يا اخواننا ستايل. وبعدين ده مش ستايل داخلي بس، ستايل داخلي وخارجي كمان. ايوه بس كده القطط هتتلم عندنا. حتى لو القطط اتلمت القطط هتعرف ان احنا واكلين جمبري، هتقول للكلاب، الكلاب تقول للفيران، يبقى كل الكائنات الحيه عرفوا. بقول لكم عشان كده ده ستايل داخلي وخارجي، نيو لوك داخلي وخارجي وعلى السلم. ها لو سمحت انا مش عايز اعتراض كتير. بس بقى يا عادل ده ما اسموش نيو لوك، ده اسمه قذاره. قذاره قذاره ايه؟ اما الناس يشموا ريحه الجمبري دي مش قذاره. الكلام ده لو بيشموا ريحه بتنجان، بيشموا ريحه فول مدمس، دي تبقى قذاره، دي ما اسمهاش قذاره. ولو انتوا خايفين على الريحه يعني قوي، خدي ياسمين تعالي يا حبيبتي ازازة البارفان دي حطيها لو سمحتي على قشر الجمبري، وبعدين سيبيها جنب برده قشر الجمبري. حاضر يا بابا بس دي مليانه. بصي يا حبيبتي انت مش فاهمه بابا قصده ايه. قصده ان الكلاب والقطط بعد ما ياكلوا الزفاره والقذاره اللي عندنا يتبرفنوا فينزلوا الشارع الناس تعرف ان هم متبرفنين من عندنا. معقول الكلاب والقطط ينزلوا وسخين؟ برافو عليك يا سنة، ابتديتي تفهميني يا بابا. البدله يا باشا. البدله. تعالى يا مكواجي تعالى. حسابك كام يا ابني؟ 7 جنيه يا باشا. 7 جنيه تهبل ولا ايه؟ انا ادفع 7 جنيه البدله بثمنها 4000 جنيه انت بتستهبل؟ امال كام يا باشا؟ يعني خد ادي 50 جنيه اهي. ده كتير يا باشا. انا ما تقوليش انا بقى اللي كتير، قول للجيران كلها ان انا رحت للاستاذ عادل سعيد واداني 50 جنيه مكوت بدله. حاضر يا باشا. ماشي. حاضر يا باشا ده كتير والله، حضرتك ستايل ستايل يعني. خلاص تكل على الله. وبص يا ريت كمان تقول للجيران ان احنا النهارده دبحين جمبري والقشر كان مرمي قدام الباب. ها ده كتير يا باشا. ماشي استنى استنى استنى. هات البدله هاتها. اتعودت عليها. يا مكواجي. ايوه باشا. خد البدله دي. ايوه باشا. خد هدية عشانك، اتكل على الله. ألف شكرا يا باشا. عادل 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 4000 جنيه يا عادل. ستايل ستايل يا جماعة، انتوا ايه مش فاهمين ولا ايه؟ أيوة أنا دولة. ها قربت من باب البازار ولا لسه؟ دولة. أيوة أيوة يا رمزة أنا خلاص وصلت أهو جوه البازار، بقيت جوه خلاص. خلاص أنا شفتك بقى دولة خلاص. استنى استنى ما تقفلش ما تقفلش يالا التليفون، خلينا نتكلم كده. ليه يا دولة ليه؟ هو إيه اللي ليه؟ عايزين نقعد نتكلم في التليفون شوية. يا دولة عايزين نوفر كهرباء يا دولة. يالا كهربة إيه يالا اللي نوفرها؟ أنا عايز فاتورة التليفون دي تجيلي الشهر ده مش أقل من 3000 جنيه. طب يا دولة كنت عايزك يعني في طلب كده، وأنا كنت عايز عصاية اللي هي فرعونية. ألو 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 الشبكة إيه؟ تعالى كده تعالى الناحية دي كده. الو الو. ايوه 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 الو ايوه ايوه دولة. كنت بتقول عايز ايه؟ كنت عايز منك يعني طلب كده، وانا عايز عصاية اللي هي الفرعونية كده، علشان وانا بروح اجيب لك طلبات من الشارع العيال بقى بيشوفوني باللبس ده وانا بقى بيقعدوا يضربوني يا دولة. يعني وانا لما اجيب لك يعني العصاية دي هيمسكوا العصاية هيضربوك بيها يا غبي؟ لا يا دولة، ما انا هحطها بقى اعلقها كده وانا على صدر بجنزير. ما الجنزير ده هيربطوك في اي عمود يد ويقعدوا يضربوك بالعصاية برضه يا اهبل. يا دولة انت مش عارف يا عم ان انا كنت بلعب كونغ فول. كونغ فول؟ ما انت بقى يا زكي لو كنت كملت وخليتها كونغ فول وطعمية كان زمان بقى عندك مطعم دلوقتي مكسر الدنيا. يا دولة. الو 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 الو. يا دولة. ما تفكرنيش يا عم، كنت زماني متنغنغ دلوقتي. الحمد لله انك انت مش متنغنغ. يلا بقى اقفل عشان طولنا كده. ماشي يا دولة، مع السلامة. عايز ابقى اشوفك بقى. الو 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 الو. ده الشبكة زبالة. التليفونات اللي معاكوا ما رنتش ليه لغايه دلوقتي يا فنديه؟ وانا اعمل ايه بس حضرتك؟ تعمل ايه؟ شوفوا شغلكوا، اتصرفوا يا سيدي. امال انتوا شغالين معايا ايه؟ وبعدين لو سمحت انا عايز اسمع مزيكا من اللابتوب ده. الحمد لله. ايه ده؟ انت نزلت الترابيزه ليه لو سمحت؟
عشان اشغل اللابتوب. شغل اللابتوب وطلعها تاني فوق بعد اذنك، انا عايز كل الناس تشوف ان انا عندي لابتوب محطوط على ترابيزه ولا رمزي. نعم دول. انا عايزك تفضل زي ما انت باللبس الفرعوني ده، والعيال مش اشكال لما يزفوك يالا، لان لما الناس يشوفوا العيال بيجروا ورا واحد لابس فرعوني يقولوا مين ده، يعرفوا ان ده الواد العبيط اللي شغال عندي في البازار. يعني انا بمثانه مدير دعامه واعلانات يعني. بمثانة؟ أيوة بمثانة المدير بتاع الدعامة والإعلانات. منك لله بتقول كلام غريب. ألو معلم تيتي، تقابلني في البازار؟ أنا ما بقابلش حد في البازار يا معلم، اللي عايز يقابلني يقابلني في الكافيه، هو ده اللوك الجديد. أمال إيه؟ وبالمرة يبقى كافيه عمل. إيه الأكل ده كله عادي؟ أنا كده بطني هتفرقع. يا عم ما تفرقع، ايه المشكله؟ انت عايز يعني تخلي شكلنا وحش قدام المعلم مسخوط اللي هيورد لنا التماثيل؟ لازم يعرف ان احنا اللوك بتاعنا صح. ما كده هيطمع فينا ويفكر ان قرشنا بيطلع بالساهل، ولا غلط؟ لا غلط طبعا. انت بتتكلم ليه؟ سيبني انا اللي اتكلم معاه. هو انت اللي عامل النيو لوك ولا انا اللي عامل النيو لوك؟ اذ ربما بس يعني ما بسش ولا حاجه. انا بقول لك اهو، يعني انت اللي هتبقى المتحدث الرسمي؟ ايوه انا اللي هبقى المتكلم الرسمي لكل الناس بتوع البازارات. مساء الفل يا رجاله. اهلا اهلا، ازيك يا معلم مسخوط؟ اهلا وسهلا، منور. تشرب ايه؟ ايه اللي يشرب ايه؟ تاكل ايه يا معلم مسخوط؟ لا 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 لا، لسه ده ببعكاوي. خلاص، تحب الف لك مثلا سمكتين بوري تاخدهم معاك في ورقه تاكل العيال في البيت؟ مفيش داعي، نخش في الموضوع. طلبكوا ايه؟ لا عدم المؤاخذه يعني الكلام هيبقى معايا انا، لان انا المتحدث الرسمي باسم كل اصحاب البازارات. يعني انت مش شايف نيو لوك ولا ايه؟ ماشي، بس طلبيه زي اللي مطلوبه دي تمنها ما يقلش عن 70,000 جنيه. ايه 70,000 جنيه؟ انا جاي نشتري ترمس ولا ايه؟ لو سمحت يعني راعي المنظر وراعي النيو لوك اللي انا عامله ده. طيب يا سيدي ما تزعلش. طب انا عندي طلبيه بس ما بتطلعش الا الغالي، تمنها 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ انت كده بتشتمني يا عم. يشتمني انا بس خلص. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتكلم ليه بالاولد لوك اللي انت عامله ده؟ هو انت اللي عامل نيو لوك ولا انا؟ لو سمحت ما تتكلمش. راعي منظري. منظرك ايه ده اصلا منظر؟ وبعدين اتفضل، عندك طلبيه تانية غير الموميه دي؟ ب 150,000 جنيه. 150,000؟ ممكن دي تبقى طلبيه كويسه. خلاص جايين في 150,000 دي. جايين في 150,000؟ طب انا بره البيعه دي. سلام عليكم. بقى كده تيتي وبتسرق الفراخ وانت ماشي ماشي ماشي. عموما الطلبيه دي انا هاخدها لوحدي بس على شرط. ايه؟ تعلن لكل اصحاب البازارات في المنطقه ان المعلم عادل سعيد خد طلبيه ب 150,000 جنيه. بس كده؟ بعدين يا رمزي، فات شهرين من ساعه النيو زفت اللي انا عامله ده ولغايه دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت، وانا صرفت كل فلوسي على النيو لوك وعلى النيو من اللي حواليا دول. امال انا يا دول اقول ايه يا دول؟ ده انا جسمي كله بقى فقاقيع من كتر الطوب اللي العيال الزغنططه بتزقلني بيه. تزقلني بيه؟ انت قديم قوي يالا. ايه الكلمه القديمه دي؟ ما اسمهاش تزقلني يالا، خليك مع النيو لوك يالا. امال اقول ايه يعني؟ يعني تقول الطوب اللي العيال بتشقلطني بيه. اللي بتشقلطني بيه هي وراسي يا دولة بقى. اتنين شاي بتوع زمان. ياه رجعنا تاني للشاي بتاع زمان. الحمد لله يا دولة ان احنا لقيناهم اصلا. مالك بتبص لي ليه كده حتة؟ يلا امشي بقى غور من وش، عشان انا مخنوق منك من الصبح. انت لسه زعلان مننا رمزي؟ ايوه زعلان يا حتة، عشان بتشوف العيال الصغنطه بتضربني وما بتحش عني. حقك عليا بالرز. يا دولة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ معقولة؟ معقولة؟ اهلا وسهلا مع حضرتك عادل سعيد زميلك في نيو لوك. زميلي؟ ايوه حضرتك، انا الدفعة اللي بعديك على طول عند ميس ناني الورداني. وانت بقى اللي بعدت حتة عشان خاطر ياخد النمرة؟ تصدق ما عرفتكش. لا ما حضرتك انت عارف النيو لوك ده اتجاهات، انا عامل شكل جديد واتجاه جديد في النيو لوك يعني. وعامل ايه في النيو لوك؟ والله بعك بعك بعك. حضرتك انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. حضرتك يعني ازاي تفوقت يعني مع النيو لوك اللي انت عامله ده يعني؟ ناني دي كانت دفعتي وانطردت من الرابطه. دفعتك وانطردت كمان؟ طب ما دام انطردت بتديني رقمها ليه؟ وانت عايزني اديك مفتاح سر نجاحي؟ يا عم هو سر الارض، انت كده لبستني في الحيطه يا باشمهندس. لبستك، واتمنى بقى ان الحيطه تكون طلعت على مقاسك. وانت كمان ماشي يا رمزي ماشي.
طب يا رجال انا متشكر يعني لمجهودك والله يعني تعبتكم معايا الفتره اللي فاتت. طب والقبض بتاعنا؟ القبض بتاعكو القبض بتاعكو مع الواد رمزي خدوه منه كده مش ستايل كده يا دولا. يلا في ايه يلا؟ انت مش خلاص خلصت من موضوع النيلوك ده؟ العيال بيضربوك تاني ولا ايه؟ ايوه دول عمالين يضربونا دول وانا مش عايز بقى تقريبا اتعودوا على كده، انا مش عايز احرجهم. يا سلام يا رمزي، طول عمرك قلبك حنين. هاي، ايه ده؟ اولا فين النيلوك بتاعي؟ وثانيا فين بقيه حسابي؟ الحساب يوم الحساب يا قطه. ايه ده؟ انت هتنصب ولا ايه؟ بصي حضرتك انا خلاص جبت اصلك وفصلك. اول حاجه حضرتك اسمك نعيمه ابو ورده. تاني حاجه حضرتك ساكنه في حاره البوشي المتفرع من ترعه ناهيه بجوار مدافن الصدقه. لا بقول لك ايه، العنوان ده غلط. اولا هي مش مدافن صدقه، دي مدافن زكاه. يا سلام، اهو صدقه زكاه كله بثوابه. لكن بقى حضرتك انا مش مسامحك حتى لو زكيتي على كل الميتين جيرانك. بقول لك ايه، انت ما تعرفنيش، مبروم على مبروم ما يلفش يا اخويا. حسابي هاخده يعني هاخده، ده انا نعيمه ابو ورده. يا استاذه نعيمه حرام عليكي، حرام عليكي، ده انت خلاص كنت ضيعتي مستقبلي. ده العيال الزغنطتين كانوا خلاص هيهزقوني. كانوا لسه هيهزقوك؟ امال اللي في وشك ده ايه؟ نيولوك؟